تعود إلى المزاعم الإسرائيلية فيما يتعلق بالأونروا وما أتبع ذلك من اعتقال أعضاء في الأونروا وما إلى ذلك. إلى أين وصلت هذه التطورات من خلال متابعتكم لها؟ يعني أولا إسرائيل قدمت معلومات مجتزأة للأونروا ولم تقدم معلومات كاملة، وكل المعلومات التي قدمتها هي موجودة في وسائل الإعلام، بل وتنشر في وسائل الإعلام قبل أن تصل إلى الأونروا أو للجان التحقيق. عمليات التحقيق مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. لجنة التحقيق ستزور إسرائيل للاستماع أيضا إلى والاطلاع على المعلومات الموجودة، وفي النهاية سيكون هناك هذا التحقيق، هو تحقيق مستقل وهو من أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة، لجنة الرقابة الداخلية. هذه اللجنة ستقرر بعد دراسة كل حالة من هذه الحالات، ولكن بالمجمل ما قدمته إسرائيل هي معلومات بسيطة تتعلق بأسماء، تتعلق بصور لا أكثر ولا أقل. طبعا هذا الموضوع تبعه أنه في 16 دولة تقريبا علقت مساهماتها المالية، ولكن هذه الدول يعني بدأنا نرى بعض الإشارات في عودة هذا أو هذه المساهمات المالية قريبا. نأمل أن ينتهي هذا الملف في القريب العاجل، ولكن أنا أريد أن أنوه إلى نقطة هامة جدا. إسرائيل اليوم تخرج وتقول بأن هناك 1000 من موظفي الأونروا ينتمون إلى فصائل سياسية معينة وهذا غير مقبول وما إلى ذلك. نحن يا سيدي نقدم كل عام للدول المضيفة للاجئين سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين وإسرائيل أيضا، نقدم لها أسماء كل موظفي الأونروا. لم يحصل إطلاقا أن عادوا إلينا بملاحظة واحدة بأن فلان ينتمي أو فلان له نشاطات عنفية وما إلى ذلك، وكانت الأمور تسير كما على ما يرام منذ أكثر من 15 عاما. اليوم اكتشفوا بأن هناك 1000 ينتمون إلى الفصائل وما إلى ذلك. في النهاية بالنسبة لنا كل هذه ادعاءات ما لم تقدم دليلا واضحا حتى يمكننا التحقيق به. طيب دكتور عدنان، الفراغ الذي أحدثته الدول التي قطعت تمويلها عن الأونروا خلال الأسابيع الماضية أو الشهر الماضي، لم يعني نستطع أن نملأه من خلال دعم بعض الدول الإقليمية أو العربية أو غيرها؟ يعني هذه الدول حجم تبرعاتها كان العام الماضي يشكل 70% من ميزانية الأونروا، أي أنها دول رئيسية وهامة. هي هناك أهم 6 دول متبرعة للأونروا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كندا، أستراليا، فرنسا. نعم هناك تبرعات جاءت من بعض الدول كأيرلندا على سبيل المثال التي رفضت هذه الاتهامات وقالت أن لا بديل للأونروا. إيرلندا تقدمت ودفعت 20 مليون يورو زيادة على مساهماتها. أيضا قطر أعلنت بالأمس عن مساهمات ب 25 مليون. سمعنا أن العراق، سمعنا أن كندا يعني في خلال فترة بسيطة، يعني هي معلومات غير مؤكدة ولكن من مصادر في وسائل الإعلام ومصادر شبه رسمية، ولكن هذه المساعدات لا تستطيع على الإطلاق سد الفراغ للستة عشر دولة من الدول اللي هي نسبة 70% يا دكتور. نعم يعني نحن لدينا ما هو موجود من تمويل يكفي الآن لشهر مارس وقد يكون أسبوعين أو 3 في شهر إبريل. إذا لم تعيد هذه الدول مساهماتها أو تتقدم بعض الدول المانحة التي لم تقطع مساهماتها وتزيد من حجم هذه المساهمات للأونروا، أو تتقدم دول عربية بتقديم مساهمات إضافية، سنضطر آسفين إلى تعليق عملياتنا ليس فقط في غزة ولكن في غزة والضفة ولبنان وسوريا والأردن. دكتور عدنان، بشكل مختصر يعني الجغرافيا التي تتحرك فيها الأونروا الآن داخل قطاع غزة، يعني تستطيع الوصول إلى أي مناطق في قطاع غزة بالضبط في ظل في هذه المرحلة من الحرب؟ نستطيع الوصول إلى منطقة
جنوب قطاع غزة، يعني بعض المناطق في جنوب قطاع غزة. طبعا خان يونس منطقة بها قتال ولا أحد يستطيع الوصول إليها. شرق خان يونس أيضا نستطيع الوصول إلى منطقة دير البلح، أجزاء من منطقة النصيرات، منطقة البريج اللي هي شرق النصيرات لا نستطيع الوصول إليها. طبعا شمال قطاع غزة لا نستطيع الوصول إليه. الحركة خطيرة، رغم أننا نبلغ الجانب الإسرائيلي بكل تحركاتنا إلا أن الحركة خطرة للغاية. تعرضت قافلتين للأونروا في 5 فبراير إلى إطلاق النار. في النهاية رفح بها 1.5 مليون فلسطيني، يشكلون حوالي 70% من سكان قطاع غزة، محصورون في منطقة على الحدود المصرية الفلسطينية. يعني نستطيع أن نصل إلى تقريبا 80 أو 90% من السكان، لأنه تم دفع السكان إلى جنوب قطاع غزة بعيدا عن الجغرافيا التي يمكننا التحرك بها.